مرحبا، في هذا الفيديو سوف نعرض 5 أدوات خاصة بالبحث على جوجل يمكنك الاستفادة منها في بحثك على الإنترنت. إذ يجهل معظم مستخدمي الإنترنت أدوات جوجل للبحث، وعلى الرغم من الشعبية الضئيلة التي تحظى بها هذه الأدوات، فهي قد يكون لها تأثير كبير على نتائج بحثك. ها هي فيما يلي أدوات البحث الخمسة على جوجل. أولاً، مطابقة تامة. إن استخدام علامات الاقتباس حول الكلمات سيركز بحث جوجل على كلمة أو عبارة محددة بدلاً من حدوث أي اختلافات طفيفة. استخدم هذه الأداة عن طريق وضع علامات الاقتباس حول كلمات البحث التي تريد الحصول على النتائج الدقيقة حولها. ثانياً، استبعاد كلمات. يمكن استبعاد كلمة ما من نتائج البحث عبر وضع واصلة قبل كلمة البحث. استخدم هذه الأداة عبر وضع واصلة مباشرة قبل الكلمة التي ترغب في استبعادها. ثالثاً، وضع حرف بدل. إن استخدام النجمة في عبارة بحثك يدعو جوجل إلى ملء الكلمة المناسبة في مكان النجمة. يتم استخدام هذه الأداة إذا كنت تجهل عبارة دقيقة التي تبحث عنها. رابعاً، جمع عمليات البحث. إن استخدام حرفي O و R بين كلمتي البحث يسمح لجوجل بالبحث عن الكلمتين في الوقت نفسه. خامساً، البحث على موقع على الإنترنت. يسمح لك جوجل أيضاً بالبحث عن مواقع معينة. للقيام بذلك، أدخل عبارة البحث في شريط البحث على جوجل يليها الموقع، ونقطتان متعامدتان وعنوان الموقع الذي تريد البحث عنه على شبكة الإنترنت. سيوفر عليك بشكل كبير استعمالك لهذه الأدوات الوقت المطلوب لإنجاز بحثك. سيزيدك وجود هذه الأدوات ضمن مجموعة أدواتك ثقة في أثناء بحثك عن معلومات جديدة.